بعد ما تم تطويع الإعلام في جزء كبير منه، قعد اليوم المتنفس الوحيد اللي هو الفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الافتراضية، اللي بالفعل يعتبروا صوت الشعب، لأنه يعني الناس كلها تشارك بالرأي الشعب في الشأن العام من خلال المواقع هذه. لاحظنا مؤخرا فما توجه إلى استهداف الناس هذم اللي يحاولوا يبديوا رأيهم، يحاولوا يغيروا الواقع، يحاولوا يساهموا في تحسين معناها الواقع التونسي من خلال نقدهم، من خلال كل شخص بطريقته، كل شخص بمنهجيته، كل شخص كيفاش، من خلال فتح تتبعات عدلية، تتبعات قضائية ضد مدونين. جاوني زوز استدعايات، مش استدعاء واحد. المشكلة اللي كيجيوك زوز استدعايات انت ما تعرفش علاش يجيوك استدعايات باش تمشي لفرقة الإجرام، هو اسمها برقة يفجع، تمشي لفرقة الإجرام غادي تكتشف يمدوا لك كابتور إكران في ورقة ويقولوا لك قلت ولا ما قلتش. انت كي تجي تشوف تلقى المدونين هذوما توقفوا على تدويناتهم الناقدة للحكومة واللي قاعدين يتحكموا، وبقدرة قادر ما لقيناش واحد مدون تحال على حكاية بخلاف تدوينة ينتقد فيها أعضاء حكومة. شكون ينجم يكون يتبع؟ ما نتوقعش الشاكين المعارضة، ما نتوقعش الشاكين المنظمات ولا دول أجنبية، معظمهم يا إما تلقى رئيس الحكومة شاكي تدوينات في حق رئيس الحكومة، يا إما بعض وزراء بعض أعضاء الحكومة. لقينا مثال مجولي شيرني شاكي في عديد القضايا. هو يقول لك قضية باسم رئيس الحكومة وقضية باسم المدير العام للديوان التونسي، إيهات نص الشكوى ما فماش، أثارتها النيابة، أثارتها النيابة في حق رئيس الحكومة. أنا ما نسويش رئيس الحكومة فاضي شغل لهالدرجة هذه، معناها خاطر هو كان تشوف تواتر متاع القضايا تقول معناها متاع واحد ما عنده ما يعمل، الصباح يكتب، العشاء يكتب، في القايلة يكتب، فهمت؟ يقولوا لي فما شرطة فيسبوكية وهذه حاجة مكتوبة، مكتوبة في المحاضر. المشكل وين؟ أنا هبطت هنا نهار 28 أوت، نهار 5 سبتمبر كان الاستدعاء عندي، لا استغفر الله يا ربي، نهار 7 سبتمبر كان الاستدعاء عندي. احسبها أنت من 28 أوت 7 سبتمبر نحي سبت ولا حد 5 أيام ولا 6 أيام، الخمسة ولا 6 أيام هذو ما عملوا فيهم تسخير أول وتسخير ثاني وتسخير ثالث، تسخير أول بالأدريسي بي وتسخير ثاني بنمرو تليفون متاعي وتسخير ثالث باش جبدوا اسمي ولقبي وأدريستي وهذاك الكل، وجاني فيهم الاستدعاء، معناها قضاء الغادي من رائع. المشكلة وأنه أكثر شكايات قاعدة تقوم بها النيابة العمومية، وهذا هو المفصل. النيابة العمومية اللي لحد الآن ما جابتش نجم الغرسلي، والنيابة العمومية إلى حد الآن قاعد الإرهاب يرتع ويدور قدامها، النيابة العمومية اللي قاعدة تصير في الفساد، النيابة العمومية اللي متحركتش البارح لما رفع يوسف الشاهد الحظر بتدخل شخصي على أموال مروان بن مبروك، لأجل أنه يعني نقول لك حاجة، ثم خروقات غريبة جدا، وغيما استولوا وحطوا يديهم على النيابة العمومية ليس لمحاربة الفساد وليس لإرساء العدل وليس لضمان العدالة الاجتماعية، إنما للجم الأفواه وتهديدنا بالسجن وتهديدنا عن طريق النيابة العمومية. الفصل 86 الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، هذه المجلة اللي ترجع للعهد القديم، هذه المجلة بين قوسين توجد قبل ما يتوجد الفيسبوك وتحكي على حالات خاصة. اليوم ولينا نمطوا فيه الفصل 86 وكل كلمة تتقال، حتى كتجي الوزير تقول له يا اخي تقول له يا فاشل يقول لك لا فيها إساءة. إذا إساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، كمحامين معناها ما نتبناوش ما في التدوينة، لكن نتبناو مبدأ حرية التدوينة. معناها كي يجي ندافعوا على شخص ينتقد في وزير معين مش معناها احنا معناها نشاطروا فيه، يعني ما شاطروش، نجم يكون ما شاطروش، لكني نؤمن بحقه في التعبير. هذيك طريقته، هذيك طريقته. علاش المواطن عادي كي يشكي بمواطن في تدوينه فيسبوكيه يبحث في مركز عادي، ما عدا المدونين المتعلقين بالشان العام في بالك وين يبحثوا؟ يبحثوا في فرقه مكافحه الاجرام، يبحثوا في ثكنه العوينه، يبحثوا في قطب الارهاب،